الدولة كمان عندها اهتمام كبير بفكرة فتح قنوات تواصل بين المواطن والحكومة. من ضمن هذه القنوات كانت مبادرة صوتك مسموع، واللي بتتلقى شكاوى المواطنين وأسئلتهم وبتهتم بتوصيل الشكاوى دي للجهات المختصة علشان يتم معالجتها. خلينا نشوف هذا الكلام من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. عززت الدولة المصرية من أدوات التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية والمؤسسات المختلفة من خلال تلقي الاستشارات من قبل المواطنين أو المشكلات التي تواجههم. صوتك مسموع هي إحدى المبادرات الرئاسية التي وجه بإطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم الاتصال الفعال مع المواطنين، والتي تتلقى شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية ويتم التعامل معها بشكل يومي. حققت المبادرة نجاحاً خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تجاوز عدد الرسائل التي استقبلتها على الموقع الرسمي لها والخط الساخن خلال شهر مايو 2021 14,118 رسالة، منها 2,351 شكوى تم الرد على 1,869 بنسبة 79.5% وجاري حل 482 شكوى. ومنذ انطلاق المبادرة في نهاية شهر أكتوبر 2018 وحتى مايو الماضي، تلقت حوالي 334,429 رسالة، منها 63,314 شكوى، وتم حل 61,000 شكوى بنسبة 96.5% وجاري حل باقي الشكاوى. أظهرت المبادرة تواصلاً فعالاً بين المواطنين الذين يتقدموا ويرسلوا شكواهم عبر منصات التواصل الرقمية المختلفة وبين جهات الاختصاص بالوزارات المعنية.